أعلنت وزارة الصحة خروج حالتين من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهما لفترة الحجز اللازمة لهما لمدة 14 يوما وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهما وخلوهما من فيروس كورونا كوفيد-19 قبل خروجهما من الحجر الاحترازي، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 26 شخصا. وأفادت الوزارة أن الحالتين اللتين تم إخراجهما من الحجر الصحي الاحترازي هي لمواطنة بحرينية قادمة من الصين ومواطن بحريني قادم من إيران، مضيفة أن جميع الحالات الموجودة في مركز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبي متخصص وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم حفاظا على صحتهم وصحة الجميع. وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع. وجدرت الوزارة دعوة هذا المواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل إعلان إيران عن تفشي الفيروس بمدنها بضرورة التسجيل الإلكتروني أو الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص لهم واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لتجنب نشرهم للفيروس لعائلاتهم وللمجتمع في حال إصابتهم به.